اذا كنت انت شاب يعني ذكر غالبا عندك هذا الرفيق يلي عموما وقت بتكون بقعدة شباب بينكم وبين بعض بيكون ظريف مقبول، بس لما بينضاف العنصر النسائي للقعدة بتلاقيه قلب القلب العجيبة وصار شخص تاني شوي غليظ ومتظارف، وصوته وطريقة حكيه وسلوكياته كتير بتغيره. هلأ ليك لا تزعل مني، ما رح ندافع عنه كتير بهي الحلقة، بس انه لازم نعترف بانه الصوت والاصطفاء الجنسي على ما يبدو انه علاقة كبيرة كتير ببعض. رح نحكي عن هيدي العلاقة من خلال التجارب العلمية اللي رح نشرحها اليوم بهالحلقة من ريبوف. جابوا الباحثين مجموعة ذكور عزابية سينجل وقالوا لكل واحد منهم انت بتقعد بهالغرفة وقدامك هالشاشة وهالميكروفون بتحكي صوت وصورة مع هالصبية يلي هي قاعدة بغرفة تانية، وفي شاب بغرفة تالتة انت وهو عم تتنفسوا على موعد مع هالصبية. انت وهو بتسمعوا بعض لكن ما بتشوفوا بعض. هلأ بدنا منك بعد ما تسمعوا لمنافسك شو عنده يحكي يجي دورك وتقول للصبية شو الأسباب أو الصفات يلي عندك يلي بتخليه تستحق احترام غيرك من الذكور. طبعا اذا انت متابع ريبلز او بتقرا ما يكفي من التجارب العلميه يلي فيها بشر باي شكل كان بتكون عم تتساءل كيف عم يضحكوا العلماء على هالمشتركين بالتجربه. طبعا ما في ديت ولا من يحزنوا، الصبيه والشاب الثاني المنافس متفقين مع الباحثين. بعد انتهاء اللقاء طلبوا الباحثين من كل مشارك بالتجربه يعبي استبيان فيه شويه معلومات، منها تقييمه على مقياس معين لما اذا كان شايف انه هو اكثر هيمنه سواء اجتماعيا او جسديا مقارنة بالمنافس اللي كان عم يسمع صوته من شوي. النتيجة كانت انه لما تذكر بالتجربة اعتقد بانه هو اقدر واقوى جسديا من منافسه بالتجربة كان عم يحكي بحدة صوت اوطى، لكن لما كانت الحالة بالمقلوب يعني لما كان المشارك شايف انه منافسه فيزيكلي دوميننت اكتر منه كان عم يرفع من حدة صوته. ولما الباحثين اخذوا التسجيلات تبع هالمجموعة من الذكور وعملوا من كل تسجيل 3 نسخ، النسخة الأصلية ونسخة معدلة ببرنامج بحيث تصير حدة الصوت أعلى ونسخة ثالثة بحيث تكون حدة الصوت أوطى، وأخذوها لعند ذكور آخرين ليقيموا مدى الدومينانس الهيمنة لأصحاب هالأصوات. التقييم كان أعلى بوضوح لما يكون التسجيل بحدة صوت مخفض، وهالشي سواء كان لما التقييم بخص الهيمنة الجسدية أو الاجتماعية. بتجربة أخرى شبيهة النساء سمعوا تسجيلات صوتية للذكور وطلب منهم تقييمهم حسب مدى جاذبيتهم. ظهر بنتيجته انه مدى تأثير نوع الصوت على الإناث بيكون اوضح بكتير خلال فترات من الدورة الشهرية تبعهم يلي بتكون فيها الخصوبة عالية واحتمال الحمل عندهم بقمته، وانه هالأثر ما بيكون برفع قديش الذكر جذاب بالنسبة للأنثى كشخص خرج ترتبط معه بعلاقة طويلة، وانما برفع جاذبيته كرمال علاقة جنسية قصيرة المدى بس. وبالاتجاه المعاكس كمان لما بتجربة أخرى تم تسجيل صوت نساء على عدة مراحل خلال دورتهم الشهرية وطلبوا من مجموعة من مشاركي تجربة آخرين يقيموا جاذبية أصوات هالنساء، النتيجة فرجت أنه أصوات هالإناث لما كانوا بالمرحلة الأكثر خصوبة هن اللي حصلوا على أعلى تقييم من حيث الجاذبية، وهالشي كان فقط على الإناث اللي دورتهم طبيعية، أما اللي منهم عم ياخدوا موانع حمل فهالأثر غاب عندهم نهائيا. يعني بشكل لاواعي أنت رح يعجبك صوت الأنثى أكثر إذا كانت هي فترة خصوبة عالية، وهي بهالفترة من هالشهر راح تحب أكتر صوتك العميق. جابوا الباحثين بتجربة أخرى مجموعة ذكور وأخذوا صفاتهم الجسدية، طول ووزن وشعر صدر وإشياء من هيدي اللي بنعرف تطوريا أنه الإناث كانت تربطها بالخصوبة أكتر وبالتالي بالانجذاب الجنسي أكتر، وبعدين سجلوا مقطع صوتي لكل واحد منهم وروحوا عند مجموعة من النساء وسمعوهم التسجيلات الصوتية تبع هالذكور، وطلبوا من كل صبي منهم تعطي تقييم لصاحب كل صوت من أصوات الذكور اللي عم تسمعهم، قديش جذاب برأيك وقديش تتصوري عمره وزنه طوله، هل يترى عنده عضلات حلوين، في شعر على صدره. بالنتيجة كان في اتفاق كتير كبير بين تقييم النساء بالتجربة على انه الذكور اللي صوتهم أعمق كانوا جذابين أكتر وعمرهم ووزنهم أكبر واحتمال أكبر يكون عندهم عضلات وعلى صدرهم شعر، يعني صفات السيد الحمش، مع العلم انه بالحقيقة تقييم موضوعيا كان خاطئ تماما بكل هدول باستثناء الوزن، يعني ما كان في اي ربط بين عمق الصوت وقديش صاحبه عنده عضلات وطويل وكل هالاشياء. يعني لو تندر بيعتمد على المقاطع الصوتية وما كان في صور كان في مفاجآت كتير غير سارة للصبايا باول موعد. لكن ومع انه ما في ربط بين حدة الصوت المنخفض مع الصفات الحمشة المذكورة من شوي، وفقا لتجارب اخرى في ربط بين الصوت منخفض الحدة مع مستوى التستوستيرون الهرمون الذكري ومع مستوى النجاح بالتكاثر الـ Reproductive Success. تم تأكيد هالشي الدراسة تمت بـ 2007 على جماعة اسمهم الـ Hot Sub تنزانيا يلي هني مجموعة Hunter Gatherers عددهم حوالين 1000 شخص وهني Monogamous، يعني الذكر الأنثى وقت اللي بيكونوا مرتبطين مع بعض بيلتزموا عموما مع بعض بشكل حصري بعلاقتهم الجنسية.
نتيجة الدراسة فرجت أن الذكور فيهم يلي حدة صوتهم كانت أوطى كانوا عموماً هن يلي بيجيبوا أولاد أكتر. بتمنى تكون الحلقة عجبتك وقدمت لك شيء وفهمتك ليش الجيرلفريند ما دايماً بدها إياك تبعت مقاطع صوتية على الواتساب، بس أحياناً بيكون بدها. شكراً للناس اللي عم يدعموا ريبلز مدينة على باتريون. في دايما نسبة قليلة من الداعمين الجداد بيجوا بعد كل حلقة أو بعد كل شهر، ونسبة شبيهة ما بيقدروا يكملوا بيوقفوا دعمي بيروحوا. هالبالانس مع الأسف وقف عن تطور آخر كم شهر، وهلأ حتى صار بيتراجع وصار بسلبي شوي. فإذا بتحب هالقناة وحابة تكمل فدعمك ضروري لتحقيق هالشي. ياريت تاخد وقتك شوي وتزور patreon.com/ripples، ودايما شيرك ونشرك للفيديو مشكور. سلام.